الاصفر والاخضر والاحمر، وفيها وكاين الاضواء على شكل اسهم. على شكل اسهم. اه ومن بعد نروحوا للنظام الثنائي الاضواء، كاين الاحمر والاصفر والاخضر نسيبوه. قلنا نجد هذا الضوئين نجدهم في طريق السيار ونسيبوهم ثاني في الانفاع في التينات مفهوم، ونلقاو ثاني في المطارات مفهوم. اه ومن بعد نروحوا للنظام الاحادي للاضواء. ما معنى النظام الاحادي للاضواء؟ يعني في واحد ضوء واحد، اما ان يكون لونه احمر واللون الزوج اصفر، يعني الضوء احمر وامض يشعل ويطفى. اوب 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 صحيح، يشعل ويطفى الاحمر والاصفر ثاني يشعل ويطفى. نبداو بالسهل، لا هذاك صعيب نحسو فيه. نبداو بالسهل اللي هو الضوء الاصفر. شوف كي نوصلو الدويره هكا وبوك دويره الاصفر ياك ديرها انت بال لون اخر مغاير، ديرها بالكحل ولا ديرها اجمع هذا الاصفر ما نديروش عليه. اه ما عندناش ما كاينش الاصفر او نخولو ولا ديرها هكا ديرها يشعل له فهم حاجه ما تفهموش حبسوا غير اه شنو نديرو؟ شنو قلنا الضوء الاصفر الوامض. الضوء الاصفر الوامض، ما معنى الضوء الاصفر الوامض؟ ما معنى وامض؟ كيف وامض؟ يشعل ويطفى، ياك؟ يشعل ويطفى هذا يسموه الوامض. الغماز؟ ما الغماز معليش. الوامض. اه. هذا ما فهمتش حقاش. امحي هو، امحي هذا. ما شاء الله. سلام. سلام. ادخل. عز الدين هكا. اه. اي ادخل ادخل. والنهار الاول تاعك. راك ضايف اليوم ما نهضروش معك، ما نسقسوك ما والو. دبر دير رايك اليوم، دير رايك. ما غادي يطلع الطابلو تمحي، ما غادي نطلعوك الطابلو تكتب، ما غادي يسقسوك. ندير لك كيما زين النهار اللي اول ما ندخل. اليوم راك ضيف، وضيف شحال عندها شحال يقول؟ زين ما يهضروش معاه. نهار ليومين ولا ثلاث ايام؟ لا دروك راه الدم الفادية نهار. نهار وغدوة ان شاء الله نكملوا معاه، يقول روح عاود روح. نهار برك. المعاملة الشابة ذا. اه. قلنا نظام احادي الاضواء. الضوء الاصفر الوامض. انت كي تشوف ضوء اصفر وامض شنو دير؟ راه جايب لوطو تمشي بلوطو مش على رجليك مشي تمشي على كرعيك. ترى ترى روندي نقطة غير دير الدور تاع شنو كتبوا؟ تنبيه تخفيف. قلنا مفهومه تنبيه. التنبيه هو التقليل من السرعة ولا تخفيض السرعة. مفهومه جوي التنبيه، والتنبيه يعني عندك تحذير والتقليل من السرعة. نقص. مش بشوية. اه أين نجد هذا الضوء الأصفر الوامض؟ عندنا ماما برامون. زيرو. باراج. باراج في حاجز أمني. الحاجز الأمني كيكون حاجز عادي. أشغال مؤقتة. أشغال طرقات. البورتشار من يكون جاي سمي رومورك. سيبو داك الداي دونجي شنو داير هو داير لومبا تاعك تاع كذا صفراء شنو داير هذيك المعنى تاعها جايين بلا رونتي و باللي اللي راه جاي في السونس انفيرس اللي راه مقابل السيمي رومونت واللي راه المركبه اللي راه مقابله هذا الجره تجر نصف مقطوره شنو داير؟ شنو يدير هذاك اللي يكون جاي؟ يرى رونتي ينقص من السرعه مفهوم لازم ينقص من السرعة، شنو نكتبو؟ مطال الأولى، كتب يعقوب. يوجد عند السكك الحديدية. طرابية، لا ماشي السكك الحديدية. نديرو تراموي. ولا سيبو يعقوب. نسيبو ثاني عن تراموي باش ترانوتي. تراموي في المدينة ماشي كيما الترا برا. خاطش تراموي في المدينة يحبس. مفهوم؟ بصح الترا برا يخملك. يخملك. مفهوم؟ وماذا بيك؟
الا باغي تسير روح لقيت رقد في الرايه في الرايه ارقد ما يصير لك والو مفهوم سير خطره في الليل ارقد في الرايه برا اوراق الميراسيون ماشي في المدينه المدينه تراب وين سلاح حنين يحمس بصح ترى برا خارج المدينه ما يرحمكش وسير ارقد مفهوم مفهوم قلنا مفهوم التنبيه والتقييم من السرعه زيدو يوجد عند قلنا فتره ما في المدينه سيبو نجدوه باش ترالونتي دائما ترالونتي حاجز امني اين نجد هذا الضوء الاصفر الوامض في الحواجز الامنيه عند لي جوندار برا ولا الديوانه ولا مفهوم شو الدور تاعها من تي بوليسي ولا جوندار ولا فتح حاجه صفراء تبري شحال وقفه ترالونتي براج ولا حبس تحبس ترالونتي مفهوم اين نجد هذا الضوء هذا ونسيبه يوجد عند سكينة الترامواي يوجد عند الحواجز الأمنية زين في المركبات في فوق الجسور ولا عند الجسور في ليطون نورمال مو في لوطوروت ولا في الغوت إكسبرس ولا الطرقات الأخرى تدي وتجيب وين ما يكون كاين بون تلقى ضوء أصفر يشعل ويطفى علاه شنو راه كاين؟ كاين بون والبون شنو ندير فيه؟ أغلبية الجسور هذيك تكون دايرة خدامة ضيقة مفهوم هادو لي بون قدام تاع من ساعة فرنسا كاين لي بون من ساعة الدولة العثمانية كاين لي بون راهم عندهم خمس قرون راه 1500 هيكل 1518 1600 1700 من وقت اسبانيا مفهوم هادوك لي بون شابين وتسيبه يسموها لا فوا اينيك ولا الطريق الأحادي يعني الطريق هذيك تدي وتجيب بصح طريق أحادي تدي روطو طريقية تفوت الاولى ومن بعد الزوجه تجي هذه يسموها لافوا اينيك وكاين لا سيركيلاسيون سون سينيك السير في الاتجاه الاحادي غير يدي ما يجيش بصح طريق احادي يدي ويجي بصح الطريق ضيقه تفوت وحده تفوت تفوت اون سول فواتير ولا ان سول فيكيل مفهوم تفوت لوطو وحده اللي يكون رايح اللي يكون جاي يحبس اللي يروح اللي يكون في الذهب اللي يكون ذاهب يروح ومن بعد الاخر يجي موراه هذوك اللي طوق قدم شنو لازم يديروا الضوء الاصفر الوامض لازم ترالونتي سواء في الطرق والطريق السريع ولا الطرقات الاخرى مفهوم يوجد في الجزء عند الجزور عند الحواجز الامنيه زيدو زيدو قلنا في لي بورتشارو جبت لي ساعه جبت لي اعمال الطرقات طرابو مفهوم في اعمال الطرقات اللي يكونوا يخدموا في المدينه سين اسمه تاع الماء ولا تاع الغاز ولا الطريق راهي خاسره ولا مفهوم ولا راهم يحفروا شنو لازم يدير بلاك هذيك تبري بصح لازم الضوء بالضبط صحيح دي فوا في النهار تكون النو ولا تكون الغياب ان طومبيري كيما البارح ولا البارح قالت انه الله يبارك في النهار الغياب يحجب عليك الرؤيه شحال لازم يكون ضوء اصفر وامض انت تكون جاي بسرعه كيما نقولوا ثابته اللي تقدر تمشي بها في المدينه ولا 50 ومن بعد تسيب الناس تخدم تنقص لازم ترالونتي تمشي 20 ولا 30 ولا هناك كيف تعرف شيء الحاجه اللي تخليك ترالونتي هذاك الضوء على راه كاين اعمال الطرقات كاينه حيه راني نخدموا الناس راهي تخدم فوق الناس راهي تخدم يوجد عند اعمال ولا اعمال طرقات زيد عندما اقابل جاره تجر نصف مقطوره سيمي روموك جاره تجر نصف مقطوره سيمي روموك من يكون جاي ولا لي بورتشار بورتشار من يكون لي دغروه ولا بابور ولا ماتيريال خشين مفهوم هذاك البورتشار هذاك من يكون جاي ولا سيمي روموك ولا تكون اله ولا مركبه خشينه ماكينه خشينه مفهوم هذاك لازم يدير داك الضوء الاصفر تاعه مفهوم يشعل ويطفى على يشعل ويطفى اصفر على باش تلمي تشوفه تنقص من السرعه تاعك ماشي تحبس ترى لونتي تنقص تقلل او تخفف من السرعه نضرب لك واحد الاضواء اللي هو ضوء اصفر الوامض مفهوم ياكم سطر لي بلا الاصفر هذاك الضوء الاصفر الوامض نزيدو كملو يعقوب بالاخضر كتب هنايا الضوء الاحمر الوامض ماذا بك في هذا مفهوم تقدر راكي سيك السلام عليكم ريكتب واو عندنا الضوء الاحمر الوامض درنا الضوء الاصفر الغماز الوحادي دروك نروحو للضوء الاحمر الغماس واحد والضوء الاحمر اللون تاعو على ماذا يدل
اللون الأحمر على ماذا يدل؟ الموت الحتمي يدل على الدم. حاجة حمراء تدل على الدم. حرز روحك. فوق. الضوء الأحمر الوامض شن يرفي؟ تحبس. التوقف التام أكثر. شن تجبو؟ الأصفر قلنا ترى لونتي بصح هذا بس قا تحبس. آري أوبليغاتوار. التام. حتى وين القهوة؟ ترى لي هات ترى. دو كده اكتب عندها وين عندها السكك الحديدية الغير المحروسة الغير المحروسة زين وين سيد مطار في مهبط الطائرات كان ايروبور وكان ايرودروم ما معنى شو الفرق بين مطار ومهبط؟ مهبط طائرات يعني ينزلوا في الطيارة واه كيما نقولوا مطار تاع الطيارات الصغار هذوك الصغار تاع الحواس تاع الكوكايين تاع الغبرة زيان نقولوا عنده 100 قطار ولا عنده 1000 قطار صحيح؟ شحال عندك؟ شحال عندك زيان؟ 1000 قطار وداير قارض هاد الدخان تاع كوبا هذوك الشباب هذوك الحد قارو ما كاش يهضر معاه ودير الشابو تاعه والدراهم يا كلمه الدراهم عندك تنمل بخير عليه بيطرطب شيخ حسين زيان راه بخير عليه قارو والشابو صايم فهم الوضع والحديد غير خشين وعنده 1000 قطار وراه داير الخضره وداير داير الخير فهمني اي بيدي البرودوي تاعه بحال يجيب يعقوب يخدم عنده يعقوب غادي يكسر له راسه نجي انا نخدم عنده غادي يكسر له راسه زيان انا نخدم عنده يعني بالذيك الطيارة الصغيرة هذيك هي ويطلق البرودوي تاع الدواء تاعه في الفلاحة في الفاكهة تاعه ولا الفلاحة تاعه هذه حاجة واحدة برا وهذوك لي زون دافير ثاني يخدموا بالطيارة تاعهم فهم وين نسيبوا هاد الصوالح نسيبوهم في الخارج في كولومبيا كاين فهم ما فهم زيان ما بالطائرات الطيارة تاعك الخاصة الطيارة تاعك الخاصة كاين في فرنسا بزاف فيلمات اللي عندهم فيلمات بزاف وما يكسبوا الطيارات هذي مفهوم هذا يسموه مهبط طائرات هذي نزيدو نكملو وين نسيبو الضوء الأحمر نظام ثلاثي الأضواء لا نظام ثلاثي الأضواء نسيبو عندها ضوء صفر وامض بلي باش ترالونتي لما ما نديروها يا حبيبي نسيبو نجد هذا الضوء الأحمر وين عند حاجز أمني في وجود حادث مرور احنا من نخرجوا انا نتمشى في الطريق وصلنا باراج على جورنال رافدين ضوء احمر تحبس علاه راه كاين اكسيدون راه كاين حادث مرور الطريق راه مبلع مفهوم في حاله حادث مرور تحبس الاصفر رالونتي الاصفر الضوء تاعه رالونتي نقص بسرعه بس على الاحمر شنو ندير نحبس قلنا نجده عند السكة الحديدية نجده في مهبط الطائرات نجده عند الحواجز الأمنية في حالة حالة مرور ونسيبوه عند الجمارك فيه في الحدود اللي فرونتيير نجده وين نسيبوه في الحدود فهم بين مالي بين ليبيا بين تونس بين المغرب عند في اللي فرونتيير الحدود فهم أنا خارج من البلاد خوان ورام داخل البلاد ثم ضوء احمر تحبس فرق كبير بين في باراج في بلادك وباراج بين فرونتيير عند الحواجز الامنيه الخاصه بالجمارك والفروض ولا التهريب ولا حاجه مفهوم هذو هما الحواجز الامنيه قلنا الضوء الاحمر الوامض يوجد عند السكه الحديديه غير محروسه فيما بالطائرات عند الحواجز الامنيه في حاله حاله مرور عند الحواجز الامنيه الخاصه بالجمارك مفهوم مفهوم قلنا الضوء الاصفر ولا الضوء الاصفر الوامض ها وين القهوه مفهوم وقلنا الدور تاعه ولا المفهوم تاعه التنبيه والحذر والتقييم من السرعه نمشي بسرعه بس ولا نمشي بهذاك الطريق هذاك قيدونس يعني بسرعه ولا بحذر نمشي بحذر وين القهوه عند السكك عند الترامواي القهوه عند الحواجز الامنيه
في يوجد في الجسور في ليبون نلقاوه عند اعمال الطرقات اشغال الطرقات عند وداني و عند مقابله مقطوره مركبه و مركبه تجر نصف مقطوره هذا يسموه الضوء الاصفر الغماز الوامض نروح الضوء الاحمر الوامض الاحادي ضوء احمر وحده احادي لما تعدل هذا ونلقاوه مفهوم تاعها شوي الدور تاعها توقف تام شنو توقف تام توقف تام انا كي نلقى هذا على الضوء وحده نحبس مكاش نقاش ومكاش جدال مورا هذا الامر اتوقف ومن بعد اسمح وين نلقاوه عند السكك الحديديه ترى كي يكون السكة الحديدية غير محروسة السكة الحديدية غير محروسة راه معنا هنايا من جهة بالحاج دور بالحاج كريمية في الرمادنية مفهوم عند في خارج عمامش السكة بدون ما كاش باريير مفهوم ما كان لا باريير ني ديمي باريير نو غاردي غير محروسة لا عساس ولا هم يحزنون مفهوم تما نلقاو ولا نديرو الضوء الاحمر الوامض نزيدو في مهبط الطائرات و محمد لا لا راسي في ما معنى كلمه ما وين شغلنا مهبط الطائرات كيفاه مهبط الطائرات طائرات خاصه مفهوم وعند الحواجز الامنيه في حاله في حادث في حاله حادث مرور عند الحواجز الامنيه من تكون برا نسيبو لومبيلونس ونسيبو لانسوندي طافو في النار ولا اكسيدون في الطريق والطريق راهي مباريا راه داير لها الباريا براوها مفهوم وتجيب الامن ولي جوندار ورافد الضوء احمر حاجه تشعل فيها الضوء الاحمر ما ترى لونديج قدم وحبس صاي تحبس هذا ماشي باراج هذا ماشي تفتيش هذا راه كاين حادث مرور ولا امر طارئ تحبس ومن بعد نلقاوها عند الحواجز الامنيه الخاصه بالجمارك ديوان لا ديوان فور ديوان نلقاوها عند الديوان هذو هما الاضواء الاحادي الاحمر الاصفر والاحمر ناهيك عن اضواء السياره ناهيك عن اضواء الدراجه الناريه اضواء السياره درناهم نعاودهم باختصار هذو ثاني داخلين في الاشاره الضوئيه اضواء السياره من الامام اماميه ياك أعطيهمني الأضواء في لافون يعني هو الأضواء الأمامية الأساسية أعطيهمني قولهم لي ضوء بوزيسيون ضوء وضعية يورا على بعد فيزيبل أنويا 150 ضوء الوضعية يورا على بعد 150 ضوء التقاطع عندنا ضوء التقاطع ما معنى التقاطع؟ كود في الكروازمون شحال يضوي؟ 30 متر كود هو اللي ما يعنيش كود ما يعنيش ومن بعد كاين زوج قلنا الفيز زوج وخود زوج شحال ولا شحال ولا اربعه ومن بعد كيون كيش في الطريق فار 100 متر يعني 100 متر فور دو روت ولا الفار شحال يضوي شحال 100 متر 100 متر شحال يضوي 100 هو اللي يعني الفار هو اللي يعني وخود ما يعنيش الفار نخدموا به خارج المدينه وخود نخدموا به في المدينه ومن بعد عندنا انديكاتور دي شونجمون دي ديريكسيون اللي هو كليونطون ولا كليونتور ولا الغماز مفهوم ولا البراء يورا على بعد شحال 150 نهضروا في مجال الاضواء الاشاره الضوئيه ها ثمانيه الفيا زوج الفار زوج كورد زوج وكليونطون زوج ها ثمانيه نروحوا للاضواء الخلفيه قولوا لي فيراري الضوء الاحمر يشعل مع الفياج يورا على بعد شحال في زيدانيا 150 صاي الضوء الاحمر يورا على بعد 150 يشعل مع الفياج الطابلو دبور كاع ضوء تقف في ستوب كي الابي البي دا تاع الفران فور الجمره تاعها كيس عندنا لاكسيلاراتور في لا دروات لو فران او ميليو وعندنا لومبراياج لومبراياج وين اغوش اغوش الجمره تاعها عندنا لكن ابيل الفرا يشعل بيلاريا زوج يورا على بعد شحال 150 زيد عندنا الجبرات العكسه ديسبوزيتيف ريفليجيسون ولا كاتافوت ولا كاتاديور بالعربيه يسموهم الجمرات ولا الجمرتان العاكسه للضوء
تورا على بعد 100 متر انا فيزيبل اروي 100 متر عندنا الغمه شو قلنا الفيروج شوفوا على بعد 150 ستوب شوفوا على بعد 150 الجمرات شوفوا على بعد 100 ليون نروحوا اللي في فاكيتاتيف ولا الاضواء الثانويه ولا الاختياريه عندنا لافوني لافوني تيما دي نوتي بويا ابا عندنا الضوء تاع الضباب في لافون والضوء تاع الضباب في لافوني وعندنا ضوء القاعه بلافوني وعندنا ضوء الخلف فيدريكيل ضوء الرجعي للخلف والفيدريس نعاود الاضواء الثانويه قول لي شوف لي الضوء تاع الضباب في لافون الضوء تاع الضباب في الامام والضوء تاع الضباب في الخلف والبلافوني الضوء تاع في تجريس صحيح لو تاع وما شاء عندنا مشاريع تدريجي الضوء تاع الماء تاع المشاريع يشعل ابيض يا لمبه واحده ولا زوج كي دخل المشاريع يشعل هذا عندنا الضوء الرجوع للخلف والثانية هو في تجريس اضواء الطوارئ اضواء الطوارئ يشعلوا كاع في ربعه أضواء الطوارئ من تكون عندنا بام مالز كروفيزون مفهوم ديباناج جور فيك ديباناج من يقعد يجور في الأوتو أوتورو هذه تاع ماشي قادر قاعد الناس دير في ديتريس نهضروا على الأمور اللي عندها أكبر أهمية دروك ترك أون بام لازم ديرها تحط في طريق لازم تخرج تريونجل تاعك ودير الجيلية تاعك ودير الفريتريس تاعك ويتبعد تريونجل من 30 متر حتى 150 متر اللي يجي اللي يكون جاي يشوفه على بعد 100 متر وندير قبل الفيراج مفهوم كاين اللي ما عنده والو اللي نفترض باللي واحد راه مع داي واحد مريض داي واحد مريض معصر له راسه داير له جوج حبات ليم معصر له راسه وداير له ليرجونس اما اللي يتمشى 160 200 يقتل الغاشي يتمشى حسابه يدير الفريتريس علاه باش الناس يوخروا على الطريق بصح يتمشى حسابها الا كان في لوكوت اكسبريس 100 شحال يتمشى 100 كان يقدم 100 ما يزيدش او مش يكلب قال راه عندي مريض صاين يتمشى 160 هذاك بروحه في التراس اللي منداروا ديروا باش نقص السرعه مفهوم باش نقص السرعه انت راك تمشي في الطريق يا عمو راك تمشي في الطريق حبس الفرامل ما كاينش راه عليك نيسيسار ولا بروفا ديالك ولا تحبس الطريق ما يتمشي يقروها دروح داركم ندير الفيلتراس تاعي ونتمشى بسرعه معقوله ناقصه ندير الفيلتراس علاه ندير الفيلتراس نبه لي مرايا اللي هو مرايا نبه باش يبعد عليا راه عندك حي راني اوبال فون راه عندي بروبليم في اللوطو نتمشى غير وحده وحده انا من نجي ونشوفك على بعد 150 متر ندير الفيلتراس تاعك في الليل وراك تمشي جاي نبعد عليك ما لازمش نزيرك لازم نعطيك لا ديستونس سيكوريتي نعطيك مسافه الامان مفهوم ومين تكون تبع عندك انه بسطاك قدام حفره ولا غوريا قاطع طريق فيها حسابات فيها زمان رد الفعل ومسافه رد الفعل وفيها مسافه ماذا الكبح فرمله وفيها مسافه توقف لو طون دو رياكسيون ولا ديستونس دو رياكسيون وعندنا لا ديستونس دو فريناج وديستونس داريت وعندنا لا ديستونس دو سيكوريتي مسافه الامان راك تشوف مسافه رد الفعل ومسافه الفرمله ومسافه التوقف مسافه الامان ما معنى كلمه رد الفعل مسافه رد الفعل شو رد الفعل شوف حاجه تخرج الحاجه ديالك وزمن رد الفعل كاين مسافه رد الفعل وزمن رد الفعل لو طون دو رياكسيون وكاين لا ديستونس دو رياكسيون ما معنى شو الفرق بين زمن رد الفعل ومسافة رد الفعل زمن رد الفعل متعلقة بالشوفر متعلقة به بالسائق إذا كان في كامل قوى العقلية مريح مشي شارب الشراب مشي كالي كاشيات
المخدرات وراه في عقله راه 100% نحسبوها رد فعل بالثانية بنحسبوها بالثانية في ذيك الثانية قاعد يدير حاجة بصح في حاجة إذا كان مدلل مكور في راسه عيان يأكل الخاشيات نحسبه ورد الزمن رد الفعل به فوق ثانيتين يأك دائما ثانيتين زوج ثواني كنا حسبوها بالمتر على الثانية مفهوم هذا زمن رد الفعل هو اللي يعطي المسافة خش لا مسافة التوقف كنا نحسبوها مسافة رد الفعل زائد مسافة الفرملة باش تعطيك مسافة التوقف وهذه مسافة التوقف في الجو الصاحي حساب وفي الجو الممطر حساب وفي الجو كيكون مثلج تاع الثلج ثاني حساب زيد ناهيك عن الحاره العربه بنوات عندك محيين باغي تفريني الفرا ما عندكش باغي تفريني مسافه الامل فين تلعب مسافه الامل نحن تاخذ نفس بروحك نقول لك 40 تطلع 40 السرعه تقسم 10 في 6 اذا كانت 40 تمشي 40 شحال تولي شحال تخلي مسافه الامل بالخف 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 40 تقسم 10 شحال 4 4 في 6 شحال 24 دائما اختزل ذاك الزيروات 4 في 6 ديرك الا كنت تمشي 90 54 9 في 6 شحال 54 راه عاجبني علاه اقلع الزيروات 90 تقسم 10 9 9 في 6 شحال 54 متر مسافه الامل تمشي قد تضرب قد راك تحاسب عليه خاطش علاه عندك رد الفعل مسافة رد الفعل مسافة الأمان تختلف على حسب السرعة على حسب السرعة ماذا نزيد في السرعة نزيد في مسافة الأمان فهم واحد يتمشى 120 كما واحد يتمشى 40 لا فهم رمضان نار هذا وين نار قال لا كراقب حسيت بلي كراقب دابا معايا قلنا زمن رد الفعل نحسبوه به متعلق به بالشوفير بالسائق إما أن يكون في كامل قوى العقلية نحسبه بالثانية إما أن يكون في خلل أو تعب أو إرهاق أو سخر مفهوم أو يتعاطى شو نقوله الحبوب الكحلة الحبوب الكحلة مفهوم هنا نحسبه بالثانيتين اللي يكون كامل في كامل قوى العقلية بالخلل تكون عنده رد الفعل مسافة رد الفعل مفهوم تنحسب بالسرعة فيا كاين دي ار دي اف دي ا فيا فهم هذو من بعد نقراوهم من بعد ان شاء الله يكتب ربي نديرو في الطابلو نعرفوا واش هو هذه الصوره باش مسافه القمح الى اخره شي غادي تكور واحد تخمل واحد بالوضوء ولا غادي تقدرت نحسب لك قال وين كنت والسيد وين كان وشحال كنت تمشي وفوق تخمم ماشي تهضر في التليفون وانت تصور انا ما عنديش رد الفعل صاي راحت لك دير غارو وتصور هو هذه ما عندك زمن رد الفعل بالكومبورتمون تاعش تاع الكونديكتور تاع السائق لازم يكون في كامل قوى العقلية واحد راه يصوب فيه 9 سوايع ولا 10 سوايع يصوب ما ريحش كيما واحد راه حكم البلوط دروك راه مريح شكون اللي يكون عنده رد الفعل مليح دروك ها هو الاسباب حوادث المرور الجاي تعب 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 وزيد السياره الصلاحيه تاع السياره البنوات والفرا مفهوم قلنا هذا واش قلنا كسموه هذا الاضواء تاع السياره ومن بعد ثاني اضواء تاع الطفاره تاع الموطو فيتاس هذو غادي يدخلوا الاضواء موطو فيتاس ثاني عنده الفار وعنده الكود وعنده الكليون وعنده الفار وعنده فوق كملنا مع الاشارات الضوئيه وكما قلنا في التونل في النفق شنو غادي نلقى في النفق نظام ثنائي الاضواء وفي النفق شنو نلقاو فيه بلاكا تاع النفق دخول النفق السرعه محدده الارتفاع محدد ممنوع التجاوز مسافه الامان زيد ممنوع الوقوف التوقف ممنوع الوقوف التوقف بلاكا تاع الشريط ولا بلاكا تاع المكان ولا موقع التوقف الاستعجالي اون بلاسمون داري ديرجونس مفهوم نسيبو واحد لي لونغ في الحيط بين اللامبا واللامبا 150 متر باللون الازرق هذا كيحدد لك تاع الحيط ويحدد لك ثاني المسافه من مسافه الامام مفهوم وعندك ضوء خضر مقابلك هو المسلك تاعك الضوء الزاوج والضوء الزاوج المسلك اللي المعاكس المعاكس ما تدخلش فيه مفهوم
هذاك هو التونال اللي هو نظام ثنائي الاضواء. كملنا مع الاضواء تاع مع الاشاره الضوئيه، نروحوا لحاجه اخرى. هو اليوم نديروا درس اخر، شنو غادي نديروا؟ راه كاين جديد وراه كاين اللي فوق، شنو ندير؟ زيد انا واحد جمله بحال الجهه اللي خويا جماعه اللي ما فهمش حاجه يقول لي، اللي ما فهمش حاجه يقول لي سي بون مزيان.